مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير البرجر. عنا اول شي كيلو لحمة مفرومة ناعم وفيها حوالي 25% دهن، بيضة، ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة كزبرة، ملعقة صغيرة بهار الثوم، ملعتين طعم صويا صوص، ملعقة طعم كاتشب، ملعقة طعم خردل او ماسترد كمان، ربع ملعقة صغيرة فلفل حار، ملعقة صغيرة بابريكا، وربع ملعقة صغيرة فلفل اسود. بحط المقادير كلهم فوق اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان بخلطهم مع بعض. بعد ما خلطتهم منيح بهيدا الشكل، هلا بدنا نكفي الطريقة مع بعض. بعد ما عملت اللحمة كرات بهيدا الشكل، عنا قطعت البسكوت رح اعمل فيها البرجر، وكمان عندي ورق زبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بهيدا الشكل بشيل الكرة. بسم الله. اذا ما عنا هيدي القطاعة، هيدا القالب، فينا نعملها بصحن صغير له حفة على الجنب، او كمان فينا نعملها بغطا علبة سمنة. حاول اعملها كلها نفس المستوى. هيدا الشكل. فينا ندهن القالب زيت كمان. الله، منشيلها عرواق. هيدا الشكل اللي طلع عنا، شكله كتير مرتب وحلو. حطها على جنب لهيدي. كمان بعمل واحدة تانية نفس الشي. بالقالب طريقتها كتير سهلة وطيبة هيدا البرجر. واكيد بتعرفوا هيدا الشيء اللي بتعملوه بالبيت، الطبخ، الاكل، الحلويات اللي بتعملوها بالبيت اكيد صحي، بنعرف كيف عاملينها غير اللي بنشتريها من الخارج. كمان نفس الشيء. هيدي القطعة الثانية لكفي الباقيين، وبنرجع بنكفي مع بعض. بعد ما عملتهم بهيدا الشكل للبرجر، اكيد هيدا البرجر فينا نتلجه زي ما هو، نكيس اللحمة ونتلجها بالفريزر، وبس منا بتكون جاهزة للطبخ. هلا بعد ما عملتهم بهيدا الطريقة رح احطهم على ورقة الزبدة. فيني شيل هيدي الورقة وفيني اتركها.
بسم الله. شايفين ليش حلوة حطنا ورقة الزبدة؟ هيدي الورقة بتحكم فيها زي ما بدي. هلأ بحطهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل، وقد ما فيني بعليهم للأعلى عشان شوية يعطوا حريق الشوي. هول البرجر بعد ما طلعوا من الفرن كتير شكلهم رائع. هلأ بدنا نعمل الهامبرجر أنا وياكم. بدي أعمل طريقتين، حمصت البان الخبز الفرنجي. هلا من اللف، بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد الهمبرجر ما بيخلى من البطاطا المقلية، وعندي هون بالصحن كبيس، بصل، خس، جبنة، بندورة. اول شي رح احط مايونيز، حط لحمة، رح اعملكم واحدة بجبنة واحدة بدون جبنة. هيدي بجبنة رح اعملها وهيدي بدون جبنة. ما رح احط بطاطا عشان اسم الله كتير عندي خضرة ما بتساع كتير. رح احط خس شوي بهيدي كمان، بهيدي كمان، وبصل، بندورة. واو كبيس، برش عليها باربيكيو صوص، نفس الشيء. اكيد الصوصات اللي عم احطهم حسب الرغبه، يعني انتو بتحطوا اللي بترغبوا فيه. بهيدا الشكل. هلا منسكرها. هذا الهمبرجر اللي عملته انا وياكم. ممكن نعمل اللحمة بالفرن مثل ما انا عملتها، او بالتوستر، او بالمقلية على الغاز، او نشويها كمان على الفحم. بتمنى التعليق على الفيديو، وان شاء الله الفيديوهات اللي عم بعملها تكون عم بتنال اعجابكم، وكمان ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.